مشاهدي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد. عدنا إليكم مرة أخرى في هذا المباشر من طنجة، وهذه المرة لأذكركم بمستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك إلى حدود الساعة 6 من مساء يوم الأحد 11 أبريل 2021، حيث أعلنت وزارة الصحة في نشرتها الخاصة بكوفيد 19 عن تسجيل 414 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة بالمغرب إلى 500102 الحالات، كما تم تسجيل 346 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع المتعافين بالمغرب إلى 488361، كما تم تسجيل للأسف خلال نفس الفترة 9 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات بالمغرب منذ بداية الجائحة ببلادنا إلى 8900 حالة وفاة. أما فيما يخص عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد 19 فقد وصل إلى 447,831 مستفيد ومستفيدة، فيما وصل عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من اللقاح ضد كوفيد 19 إلى 413,740 مستفيد ومستفيدة. إذا مشاهدينا الكرام، في هذا المباشر من مدينة طنجة، هكذا تبدو شوارع مدينة البوغاز مساء يومه الأحد. حركة السير والجولان تعرف اضطراب في حركة التنقل بعد اقتراب ساعات إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الساعة 8 مساء. إذن أعود مشاهدينا الكرام لأذكركم بمستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك إلى حدود الساعة 6 من مساء يوم الأحد 11 أبريل، تم تسجيل 414 حالة جديدة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 500,002 حالة و102 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 346 حالة شفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى 488,361. نفس الفترة عرفت مشاهدينا الكرام للأسف تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات بالمغرب منذ بداية الجائحة إلى 8900 حالة وفاة. فيما يخص عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد 19 فقد وصل عدد المستفيدين من الجرعة الأولى إلى 447,831 مستفيد ومستفيدة، أما عدد المستفيدين من الجرعة الثانية فقد وصل إلى 4,134,740 مستفيد ومستفيدة. إذن المشاهدين الكرام، فيما يخص الوضعية الوبائية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد عرفت انخفاض ملموس في عدد الإصابات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث تم تسجيل 9 حالات مؤكدة بالفيروس وصفر حالة وفاة. إذا 9 حالات تم تسجيلها بكل من طنجة أصيلة التي عرفت تسجيل 8 حالات مؤكدة بالفيروس وصفر حالة وفاة، بالمضيق فنيدق حالة واحدة، فيما لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة بكل من تطوان، شفشاون، العرائش، المضيق، عفوا، العرائش، إقليم الفحص، أنجرة. إذا مشاهدينا الكرام، بجهة طنجة تطوان الحسيمة انخفاض ملموس في عدد الإصابات بالفيروس والوفيات، حيث تم تسجيل 9 حالات مؤكدة، سجلت بكل من طنجة أصيلة 8 حالات مؤكدة جديدة بالفيروس وبالمضيق فنيدق حالة واحدة، فيما لم تسجل باقي مدن الشمال
تطوان مدينة الحمامة البيضاء وشفشاون ووزان والعرائش وإقليم الفحص أجرى لم تسجل بهما أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وصفر حالات وفاة. إذا الخبر صار لكل من ساكنة تطوان شفشاون العرائش قصر كبير إقليم فحص أنجرة وزان صفر حالة في عدد الإصابات لم تسجل أي حالة مؤكدة بالفيروس وصفر حالة وفاة بمختلف مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة. إذا مشاهدينا الكرام مزيدا من الحيطة والحذر، رغم ذلك انتبهوا جيدا، فيروس كورونا مازال كيتعايش معنا. في انتظار توصلكم برسالة نصية بعدما ترسلوا رقم بطاقة التعريف الوطنية إلى الرقم 1717 باش يعلموكم مصالح وزارة الصحة بالمكان والموعد المحدد لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، خليكم ملتزمين بالتدابير الاحترازية والالتزام كذلك بارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان خاصة في الأسواق العمومية وكذلك المنتزهات الطبيعية في المقاهي والمطاعم الشعبية. إذا ردوا البال كفى من التراخي مشاهدينا الكرام باش نوصلوا للقاح، يعني باش نوصلوا المناعة الجماعية كاملين، خصنا نخلطوا جميع المشاهدين الكرام في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19. إذا مشاهدينا الكرام أذكركم مرة أخرى بأن جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل بها انخفاض ملموس في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 9 حالات فقط بكل من طنجة أصيلة التي سجل بها 8 حالات مؤكدة بالفيروس والمضيق فنيدق حالة واحدة، فيما لم تسجل أي إصابة بكل من تطوان شفشاون العرائش إقليم الفحص أنجرة وشفشاون، لم تسجل أي حالة إصابة مؤكدة. مزيدا من الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام، ردوا البال، فيروس كورونا مازال كيتعايش معنا. أما أنا سأقول لكم إلى اللقاء، ألقاكم في مباشر آخر، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.